مرحبا بكم متابعين الأعزاء. ممثل وخبير في الفنون القتالية قتل شقيقه الأصغر ويلاند في فيتنام ليحزن كثيرا على فراق أخيه ويحول حزنه إلى طاقة كبيرة. فبعد أن أنهى عمله في القوات الجوية الأمريكية تحول إلى ممثل قوي وخبير في الفنون القتالية. هذا الرجل قام بافتتاح حوالي 30 ناد لتعليم الفنون القتالية، ومن ثم قام بتأسيس مدرسته الخاصة وأسماها تشان كوك دو. ما هي قصة حياته وما علاقته بالأسطورة بروسلي؟ متابعي جوابك الكرام، أهلا بكم. اليوم رحلتنا مع خبير الفنون القتالية وفنان الأكشن تشاك نوريس. ولد كارلوس ري أو تشاك نوريس في العاشر من شهر مارس عام 1940 في مدينة رايان بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ابن ويلما وراي نوريس الذي كان يعمل ميكانيكياً وسائق حافلات وشاحنات، ولديه أخوين أصغر منه سناً. عندما وصل بطلنا لعمر 16 عاماً انتقل إلى ولاية كاليفورنيا مع والدته وإخوته. يصف نوريس طفولته بأنها كانت متشائمة. انفصل والداه عندما كان في سن المراهقة، حيث ساعد تشاك والدته على تربية إخوته الصغار. درس في مدرسة تورانس الثانوية وكان طالباً خجولاً متوسط المستوى في الدراسة. أيضاً كان الأطفال الآخرون يسخرون منه بسبب أعراقه المختلطة، لأن جد نوريس من الأب مهاجر وجدته من الأم من أصل أيرلندي. يقول نوريس: كان الأطفال الآخرون يسخرون مني وكنت أغضب منهم جداً، كنت أحلم كل يوم بالانتقام منهم. أيضاً ذكر نوريس والده بأنه كان يتعاطى المخدرات وأنه كان يحب والده، ولكن والده لم يكن يحبه، حيث قال إنه كان يشعر بالشفقة تجاه هذا الرجل الذي افتقده كثيراً. يكبر بطلنا مع طفولته الصعبة ويدخل الجيش. انضم إلى القوات الجوية الأمريكية باعتباره شرطياً طيار، وذلك عام 1958، وأرسل إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية. آنذاك بدأ مسيرته التدريبية في التانك سودو، وهي رياضة قتالية كورية تمزج بين الكاراتيه والكونغ فو، وحصل على الحزام الأسود فيها، وحصل على العديد من الأحزمة السوداء في هذا الفن. ظل يعمل ضابطاً طياراً في قاعدة مارش للقوات الجوية بولاية كاليفورنيا، وتقاعد نوريس في أغسطس عام 1962، ثم عمل لحساب شركة نورثروب، ونورثروب هي ثالث أكبر شركة للمعدات الدفاعية للجيش الأمريكي وأكبر عنصر للقطع البحرية، وهي الشركة التي أنتجت كل حاملات الطائرات الأمريكية وعدد من الغواصات النووية. بعد اكتساب بطلنا الكثير من الخبرات في فن التانك سودو، أسس بعض الجمعيات التعليمية وقام بإنشاء اتحاد للقتال اسمه اتحاد فنون القتال المتحد، وهو عبارة عن مدرسة إعدادية وثانوية تقوم على أساس برنامج يهدف إلى التركيز على الأطفال المعرضين للخطر من إدمانهم للمخدرات. أيضاً قام بافتتاح سلسلة من مدارس الكاراتيه التي تدرب فيها تشاد ماكوين، وهو ممثل أمريكي ومنتج أفلام وسائق سيارات محترف، وهو ابن الممثل المشهور ستيف ماكوين. أيضاً قام بافتتاح حوالي 30 ناد لتعليم الفنون القتالية في عدد من المدن، وحظي بشهرة كبيرة كمدرب للفنون القتالية، وكان لديه العديد من المتدربين المشاهير مثل ستيف ماكوين وبوب باركر وبريسيلا بريسلي. إضافة لكونه خبيراً بالفنون القتالية، فقد شارك في بطولات وحقق إنجازات كبيرة. فاز ببطولة الكاراتيه للمحترفين بالوزن المتوسط وحافظ على اللقب لست سنوات متتالية. وفي عام 1969 فاز نوريس بالتاج الثلاثي للكاراتيه في البطولة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مقاتل للعام من مجلة الحزام الأسود، وهي مجلة أمريكية متخصصة في فنون الدفاع عن النفس. علاقته بالأسطورة بروسلي.
ظهر نورس لأول مرة في السينما عام 1968 في فيلم The Wrecking Crew، وفي عام 1970 قتل شقيقه الأصغر ويلاند في فيتنام. وقام نورس بتكريس فيلمه Missing in Action 2 أو المفقود في الحرب، وذلك لذكرى أخيه الحزينة. يكمل بطلنا بعد ذلك العديد من الأفلام الناجحة حتى ظهر مع أسطورة الفنون القتالية بروسلي، وذلك في فيلم The Way of the Dragon عام 1972. يقول تشاك نورس عن بروس: لقد كنت محظوظا جدا في مسيرتي السينمائية. بدأ كل شيء مع قدوم بروسلي. بروس جاء إلى نيويورك عندما ناضلت للحصول على حزام إحدى بطولات القتال. أتذكر هذا الوقت جيدا، كان عام 1986. قررنا البدء في العمل سويا في لوس أنجلوس، وهو ما فعلناه بالفعل. بدأنا التدريب معا، وعلمني الكثير من التقنيات الصينية، وتدربنا معا لمدة عامين كاملين. عرفنا فيها بعضنا البعض جيدا. كنت أعرف عنه الكثير وكل ما يريد أن يفعله في حياته، وأيضا كان يفهمني ويعرف طموحي وأسراري، وكانت تجمعنا صداقة رائعة. بعد هذه الفترة تلقى بطلنا دروسا في التمثيل، ولعب أول دور بطولة له عام 1977 في فيلم بريكر أو الكاسر، وظهر بعدها في العديد من الأفلام الأخرى الناجحة التي تظهر مهاراته القتالية المتنوعة. وفي عام 1990 ابتكر نوعا جديدا من فنون الدفاع عن النفس يسمى تشون كوكدو، وهو مشتق من فنون الدفاع عن النفس الكورية التانك سودو، ويشمل هذا الفن بعض تقنيات الجودو والجوجيتسو البرازيلي. حياته الشخصية: نورس قد تزوج مرتين، لديه 3 أطفال من زواجه الأول من ديان هوليشيك. انفصل الزوجان في عام 1988، وفي عام 1998 تزوج نورس من جينا أوكيلي، ورزقا بتوأم في عام 2001. اترك لنا رأيك بتشاك نورس في مناقشة الحلقة في التعليقات، وللمزيد لا تنسى الإعجاب بالمقطع وأن تشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو قادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.